تتجه أنظار المصريين مساء اليوم إلى استاد برج العرب لمتابعة مباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني ونظير الكونغولي لتحقيق حلم طال انتظاره طوال 27 عاما. فوز المنتخب المصري بأي نتيجة يضمن له التأهل مباشرة إلى كأس العالم لكرة القدم في روسيا العام القادم. هذا وتربع منتخب مصر على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة للتصفيات وبرصيد 9 نقاط، أوغندا برصيد 8 نقاط، ثم غانا ب6 نقاط، وأخيرا الكونغو بنقطة واحدة.